الحل يعني الشباب امتى هنشوفهم وزراء؟ مش نائب وزير ولا مساعد وزير، ومش يبقى وزير واحد، يبقى 10 وزراء. عايز اقول لحضراتكم 60 مليون مصري عمرهم اقل من 35 سنه. السؤال ليك يا باسل، امتى الشباب يبقى موجود؟ لما يبقى عندنا وزارات سياسيه، او على الاقل بتخلط ما بين السياسيين والتكنوقراط. لكن فكره ان انت تصدر للناس ان السياسيين فشلوا، والحقيقه ده بيحاول يتعمل مع الوزاره اللي فاتت، لان المجموعه اللي خرجت السمه الغالبه فيها ان المجموعه السياسيه اللي بتشترك في العمل العام خرجت من الحكومه. نعم. لا، الوزارات مش معموله للتكنوقراط. تضامن والقوى العامله بالظبط، لكن الوزارات معموله للسياسيين اللي بيفهموا ازاي بيتعاملوا مع الناس، مش بس انه قاعد. لان التكنوقراط ما هم جوه الوزاره، زي ما قال الاستاذ حلمي، وكلاء الوزاره اللي احنا طالبنا بيه وكيل الوزاره الدائم اللي هو يبقى الوزير الاداري اللي موجود. الناس دي موجوده، ايه انت عايز على راس الناس دي؟ حد سياسي. الحكومة كلها بتتفق على خط سير، وهذا السياسي بيقدر يسوق هذا خط السير، ويقدر يسوقه عنده في فريق العمل، وكمان يسوقه للناس. امتى هنشوف 10 وزراء شباب من 25 ل 35 في اي حكومة؟ اولا لما يبقى الاول تشوف مساعدين ليهم جدوى ونواب ليهم جدوى، عشان تخلق اجيال. انتوا كنتوا واخدين صوره مبارك جرف؟ لا يعني كل واحد كان بيشترك على قد مجهوده، لما لكن ما كانش فيه صلاحيات. بس ما عندكش صلاحيات، ما كانش فيه صلاحيات. كنتوا بتحضروا اجتماعات مجلس وزراء؟ خالص، لم ندعى لاي اجتماع مجلس وزراء. عشان بس اللي بيقول ان احنا انتوا اشتركتوا مع الحكومه، انتوا عملتوا ايه؟ لا، احنا ما كناش مع الحكومه، عشان يبقى الكلام واضح. نعم. حكومه يعني بتحضر اجتماع مجلس وزراء، بتصنع قرار، بيبقى عندك اكسس على رئيس الوزراء، بتقدر توصل له وتشتغل معاه، بتمرر قراراتك. لكن هذا الكلام لم يحدث. في النهايه احنا كنا بنساعد وزرائنا الموجودين، واجتهدنا في ده اجتهاد كبير يعني على حد ما انا يعني شايف. طب ثقافه العواجيز يا استاذ حلمي جايه منين؟ من المنطقه العربيه؟ أنا يعني عايز اقول لك وزير الماليه في صربيا 28 جميل سنة. على عينه وعلى راسه. وزير الدفاع في اسبانيا جميل يعني. بس انا برضو مانيش مع ان احنا نعتبر العمر مقياس لكل حاجه. خلينا نقول، هضرب بعض نماذج. اتفضل. بريجنيف كان ماسك الاتحاد السوفيتي. نعم. ولما مات جاء واحد شاب، غورباتشوف. الحق الشباب جاء، غورباتشوف هو اللي وقع الاتحاد السوفيتي. القذافي لما جاء كان شاب. القضيه ليست سعد زغلول، كان عجوز. الدكتور طه حسين لما مسك وزاره المعارف كان 61 سنه. وانا في رايي الى الان في تاريخ الوزارات يعني المصرية. انت كده ضد الفقر اللي احنا عاملينها؟ لا، انا الوزير الشاب اللي كان في مصر بجد طوال تاريخ مصر لا اقدر اقول عليه وزير شاب، طه حسين. طه حسين لانه دخل عمل ثوره في الوزاره، عمل ثوره في البلد، وكان ماسك وزاره مش وزاره سياديه، وزاره المعارف. لا، احنا هنا عايزين شباب بعمر السن. لما يبقى بعمر السن يتدربوا. انا اللي انا بفهمه الشاب يعني في ظروف مصر لغايه 40 سنه، لما يبقى عندك وزارات سياسيه، وزير سياسي يبقى تقدر تجيب 40 وتجيب 30 وتجيب 25، لانك انت بيبقى المعيار هو المعيار السياسي. وفي هذه الحاله هتجيب برضو ممكن تجيب رئيس وزاره. خلينا اوباما لما حكم امريكا كان عنده كم سنه؟ حاجه 40. طيب، فده انا بقول لا، ده جه ليه؟ لان هناك في حزب وفي مشروع سياسي. لما يبقى في مشروع سياسي ومشروع وطني في هذا البلد، ده اللي هيتيح للكل. هيبقى للشاب مكان، الشاب يبقى وزير، ويبقى العجوز حكيم، ويبقى كده. لكن طول ما البلد بهذا الشكل هرجلة. الحقيقه لا يعني في مكان غياب المشروع السياسي ولا في مكان لعجوز. غياب المشروع السياسي، غياب المشروع السياسي والمشروع الوطني. وده غايب في البلد ديت من اكتر من 30 سنه. لا، وفي دلاله يا استاذ محمد. يعني الوزاره الاولانيه اللي اتكونت بتاع الدكتور ببلاوي، تعبوا جدا عشان يجيبوا الوزراء، ويقابلوا ويرفضوا. مفيش كوادر. انت لما تيجي تدور على رئيس جمهوريه دلوقتي، مش الناس تقول لك هنجيب مين؟ مش دي الكلمه اللي بتقالها مصر؟ هنجيب مين؟ واتقالت بالمناسبه في الثلاث سنين اللي فاتت في كل حته، لان حصل تجريف ومحدش بيحاول يداوي هذا التجريف. حتى بعد الثوره ان يبقى في، انت كان عندك 36 وزير، 36 وزير في الوزاره السابقه في حكومه الدكتور ببلاوي. فيها كان فيها كم مساعد؟ كنا خمسه او سته مع ال 36، برغم ان كل وزير كان ممكن يبقى عنده اربعه خمسه ويتدربوا ويتصعدوا. فكان يبقى عندك 120 130 واحد عدوا على الجهاز الاداري، احتكوا بالقرارات السياسيه، حضروا اجتماعات مجلس وزراء. يعني كان طبيعي انه الناس دي تقعد ورا وزرائها في الاجتماعات. نعم. ماذا يمنع؟ مش لازم ياخد التصويت، ماشي. بس بيقعد بيسمع، بياخد الخبرات، ممكن يشارك في حديث جانبي، يقول وجهه نظره. واحنا يسمع عندنا ويشوف. وبعدين احنا مش اقل يا استاذ محمد، انا راجل مهندس وعندي شركه وعامل دراسات عليا، وكنت نقابي منتخب في نقابه المهندسين، وكنت عضو مجلس شعب في المجلس السابق. احنا عندنا رصيد، احنا مش بس رصيدنا عمرنا، ونقدر نشتغل زي احزن وزير فيك يا حكومه دي واللي فاتت.
بس الكلام ده انا بقوله على الهواء وعلى الملا، والناس ما تحاسبناش الا لما نبقى في ايدينا مسؤوليه حقيقيه وصنع القرار. مهندس باسل عادل مساعد اول وزير الشباب والرياضه الحالي بيقول انا اقدر والشباب معايا يقدروا يشتغلوا احسن كله. من اي وزير بالمناسبه مش بس يا ابراهيم يا محمد، مش بس علشان الكلام اللي بيقوله باسل، بمعيار اداء الوزراء اللي انا شايفه باسل واللي زيه هيكونوا افضل من اي وزير بحكم معرفتي بيه. ما بينزلوا يلفوا الشوارع، عايز ايه تاني؟ الله، ما انا طول النهار في الشارع. طيب خليني اخد ابراهيم. انت بتنزل صور في الشارع من ضيوفي في الاستديو. اتفضل يا ابراهيم، وجه السؤال لباسل واستاذ حلمي. عايز بس اقول حاجه واحده، شباب الثوره في حكومه دكتور ببلاوي ما كانش لهم اي دور، بحس ان ارائهم مختزله جدا، بحس ان ارائهم محجومه. عايز بس اسال سؤال استاذ باسل، اقول له امتى شباب الثوره ياخد دور في الحكومه، سواء دكتور ابراهيم محلب سواء اي رئيس وزراء مصر قادم؟ عايز اقول له الشباب دي هم اللي عملوا الثوره، لابد ان يتخذ الشباب ادوار مهمه في الحكومه. شكرا. اتفضل يا انا مع حضرتك. للاسف هذا الرد اللي انا هقوله سيزعج الكثيرين. حصل ان ده والله انت ازعجتنا من اول ما جيت. لا ما هو بقى يعني صادمه يعني. معلش خلينا عشان انا فكرتها فكره هاديه، انت فاجئتني. لا بتحضروا اجتماعات ولا للاسف. حضرتك الوزراء المساعدين دخلوا الشباب والوزراء السياسيين المعنيين بالعمل العام طول ما كان الوتر مشدود، يعني كانت الميادين فيها ناس، في حركه شعبيه، وانا مش عايز لقمه للميدان، وانا مش عايز ده، انا عايز البلد تهدى. انا بحب مصر وعايزها تستقر، ولكن ما يبقاش ده المقياس ان طالما في حركه في الشارع فانا براضي. لا انا مش عايز ده، انا عايزك تمتحني في كفاءتي وتجربني انا وغيري من الشباب، وتجرب الناس وتعتمد على الجيل الجديد وتدي ثقه لهذا الجيل. مش ممكن انك تجيب كل الناس وكل الوزراء مرتبطين بالنظام السابق. انا ما بقولش ان كل النظام السابق وحشين، لكن بالتاكيد مش كل الجداد هم كمان وحشين عشان ما نجيبهمش. يعني بالتاكيد فينا ناس كويسين وفي اساتذتنا وفي ناس كتيره مارست عمل سياسي. فالمساله دي اللي انا عايز اقوله ان الناس الشباب دخلوا لما كان في حركه سياسيه في الشارع سخنه جدا، فكان في شباب داخلين. حركه السياسيه هديت، فخلاص ما عادش في حد غير الناس المتمسكين. جايز انا ما زلت متمسك لفتره قادمه، لان انا الحقيقه بعتبر نفسي انا كنت لسه انا اقول لك ليه انت ما استقلتش يا باسل. عشان انا لو باسل هستقيل، بس انا بمثل كل شباب مصر، كل جيلي، كل عمر. ناخد ايمن من القاهره. اتفضل ايمن. مساء الخير استاذ علي. مساء النور يا حبيبي. ازاي صحت حضرتك؟ اهلا بيك. لو سمحت انا عندي مجموعه مشاريع وعايز اعرضها على حضرتك. اول مشروع عن حاجه اسمها الوحده المجتمعيه. الوحده المجتمعيه دي وحده. طب رايك بس يا استاذ ايمن في اللي احنا بنقوله، لو حضرتك عندك مشروعات امامك حاجتين، تليفون حضرتك في الكنترول واتواصل معاك، او تدخل على صفحه البرنامج على الفيسبوك بعنوان مساء الخير مع محمد علي خير، عامله لحد النهارده بس 10,000 فن ولا معجب، عايزين 100,000، 6 مليون زي عم خالد والكلام ده. احنا بقى لنا يعني 15 يوم والدنيا مش كده برضه يعني. طيب استاذ ايمن، عايز بس مداخلتك مع مهندس باسل. احنا بنتكلم في الفقره دي عن شباب الثوره لما دخلوا الوزارات. هما دخلوا الوزارات، ما هما ما دخلوش الوزارات، عملوا حاجه. شباب الثوره، شباب الثوره زي الفل، بس المشكله ان هما عملوا صدام كتير قوي بعد 25 يناير. شباب الثورة عملوا ضيعوا نفس اسمهم وضيعوا، عملوا مشاكل كتير ان هم قعدوا يعملوا مليونات كتير. المليونات كتير دي كلها خلت الناس تنفر منهم قليل كتير شويه. طب كفايه يا ايمن، علشان باسل واستاذ حلمي لازم يرد. هبدا باستاذ حلمي. وجهة نظر مواطن بيقول لك شباب الثورة اللي عملوا مليونات كتيرة خلوا الشعب او قطاع منه ينفر منه، ففكرة حتى دخول شباب في الوزارات الشعب يعني لا. يعني انا مش موافق على هذا الكلام انهم عملوا مليونيات كتيرة وحصل النفور منهم. النفور جاء لاسباب اخرى ومن اشياء اخرى ومن وقع اخرى. خلينا نقول احنا هنتكلم ليه بس عن شباب الثورة. الاداء كله كان مرتبكا، الاداء كله، اداء كل ولا الأطراف. يزال استاذ حلمي، ولا يزال الاداء كان مرتبكا ولا يزال الى الان كل الاطراف. فانا اشمعنى الشباب اللي همسكهم؟ ما الكبار مرتبكين اكتر واكتر. طب خد السؤال ده كده وتمسك في الاجابه عليه. انت بتقول للشباب لن يصل الى السلطه التنفيذيه الا ما يبقى في مشروع وطني. خلال ايام سيعلن المشير السيسي ترشحه. توقعات، خلينا نمشي مع توقعات شعر انه هيفوز. توقعات. جلس المشير السيسي على الكرسي
الراجل بيتكلم التسريبات اللي حاصله، برنامج وطني ومشروع وطني ومشروعات، ولسه من يومين طرح مشروع المليون وحده سكنيه. ده ما يبقى وجود السيسي ده ما يديش مشروع وطني؟ وجود السيسي ما يقولش ان الشباب هيوصلوا للسلطه التنفيذيه؟ بناء مليون وحده سكنيه ليس مشروعا وطنيا، ولكن ده مشروعا خدميا كان يجب ان تقوم به الدوله ولازم تقوم به. نعم. واذا جاء المشير السيسي وصار رئيسا او اي رئيس، جزء من الخدمات اللي لازم يعملها، انا تصوري الشخصي ان من حق كل مواطن حقه الاساسي انك انت يكون لك بيت. طب اديني مشروع وطني في حال وصول السيسي. لا، مشروع وطني هو اللي يحدده، هو اللي جاي ايه تصوره لهذا البلد. ايه الامثله للمشروعات الوطنيه بعيدا عن السيسي؟ لا، محمد علي كان عنده مشروع وطني، الخديوي اسماعيل كان عنده مشروع وطني، جمال عبد الناصر كان عنده مشروع وطني. ما هنعمل ايه؟ ما الدوله الحمد لله لا محتله ولا حاجه وزي الفل. يعني المشروع الوطني ايه؟ نهضه تنمويه. رقم واحد، احنا عندنا مشكله في المي. هذه المشكله مش جديده. اللي اسمها دلوقتي سد النهضه. احنا عندنا، هفترض انا بقول للمصريين، افترض ان ما فيش حاجه اسمها سد النهضه. احنا حصتنا من المياه سنويا 55 مليار متر مكعب. السنه اللي فاتت جالنا 25 مليار بس. كويس، بغض النظر. لكن انا هتكلم، هيجي لك ال 55 مليار. انت دلوقتي 90 مليون، محتاج ضعف الكميه. انت بهذه الكميه عند خط الفقر المائي. كويس، فانت محتاج مشروع وطني. ان يجي حد يقول لي والله انا هعمل مشروع الطاقه الشمسيه والطاقه المتجدده، وهعمل مشروع محطات تحليه مياه البحر علشان اعمل مدن جديده واعمل استصلاح جديد، لان تحليه المياه للزراعه اقل كلفه والصناعه اقل كلفه بكثير من ان انا اعملها لمياه الشرب. فانا لابد محتاج حد يجي يقول لي من هذا النوع. اذا حصل ده يبقى في فرصه للشباب يتوقف. انت في هذه الحال انت بتحل مشاكل، اولا هتنقل هذا العدد من السكان الى هذه المناطق، هتوفر فرص عمل غصب عنك وعن اي حد. انت هتبقى محتاج وظائف تدور على شباب. انت اللي هتيجي تقول لي باسل والنبي تعالى من فضلك اقبل امسك اللي بتاع ده، ما مش لازم يبقى وزير. طب انت، انا مش عايز الشباب يروح يبقى وزير، ما توديه يبقى محافظ. يعني انا كان عندي تصور في انتخابات 2012 ان اللي جا فاز رئيس الجمهوريه. انت دلوقتي بقى عندك تقليد سخيف جدا، اي حد يدخل رئاسه الجمهوريه ضد اللي يفوز يتحط في السجن. ايمن نور حسن مبارك حطه في السجن، احمد شفيق لو ما طلعش بدل حطه في السجن، حمدين صباحي عملوا له القضيه بتاعت بنته. كويس، طب انا لو انا نظام محترم، اللي نزلوا في انتخابات الرئاسة وما فازوش دول، اجيبهم ده يبقى محافظ، ده يبقى وزير، ده يبقى كذا، ده يبقى كذا، ياخدوا خبرة إدارية وخبرة سياسية وخبرة بيروقراطية. هو بوش جه رئيس، بوش الابن جه رئيس الولايات المتحدة كده من الشارع؟ لا. مش كان حاكم ولاية كلينتون؟ طب ارجع لباسل، لابد ان ده، ما هو اصل انا مصدر ان الشباب، ان انا مش عايز باسل يبقى وزير، وديه كده يمسك هيئه محافظ. من الهيئات يمسك محافظ، بلاش محافظ، قول له والله روح حي شبرا الخيمه ده انت مسؤول عنه وتسلمه لي بعد ست شهور، ما فيش فيه زباله وما فيش وما فيش وما فيش. يبقى انت اديته فرصه يجرب نفسه ويحتك بالناس. لكن الشباب لم ياخذوا الفرصه. عايز اسال باسل سؤال. لا مش ماخدوش، ده انت بتوديهم في اماكن عشان تحرقهم. يعني انت بتحطه في مكان نائب وزير، ما تدلوش سلطه، ما تدلوش اختصاصات، فبيتحرق. طيب اخد من باسل، لو اتعرض عليك وزاره، ايه الوزاره اللي تختارها الاول؟ بس استاذ محمد، لا بالعكس، انا عايز بمعنى هقول لحضرتك، انت فرض عليك تبقى نائب وزير الرياضه، مساعد اول وزير. مساعد اول يعني، هو الراجل عرض عليا وانا وافقت. طبعا كنت احب اشتغل. انما هل لو كان جالك حد، انت مهندس، لو كان جالك مثلا وزير الصناعه الكلام، مش ده كان الاقرب يعني لمجالك؟ كانت وزاره الاسكان شيء طيب. انت تخصصك انا مدني، انا مهندس مباني، يعني رايح وزاره الوزارات، الشباب، وزاره الرياضه ما فيش ما يمنع، الوزارات اللي بتعمل يعني خدمات، الوزارات اللي ليها علاقه بالتموين، ودي وزارات سياسيه جدا. وزاره التضامن الاجتماعي دي وزارات غايه في السياسه. بس انا مش عايز نبان ان احنا بنتساول هذا الموضوع. هذا الموضوع خلي بال حضرتك، مطلب مصري. المنصب في مصر في هذه اللحظات هو عبء، ومن يقدم عليه ده راجل عايز يتحمل المسؤوليه. عشان بس يبقى الكلام واضح، ولا في تشريف ولا حاجه، انا دخلي قبل ما اخش المكان ده كان احسن بكتير بعد ما بقيت في المكان. لكن احنا عايزين نأدي رساله للبلد، ونبقى يعني رايه لجيل بيقول لكل الناس هذا الجيل موجود، وهذا الجيل جيل التغيير. خلي بال حضرتك مساله اللي كان قاله الاخ اللي دخل عمل ان الثوره وعمل ومش عمل. طب يا سيدي،
احنا جيل بيعمل التغيير. هل المصري راضي عن حياته؟ انا بسمع حضرتك على طول في كل البرامج بتعرض كل المشاكل، ما هو المصري مش راضي. الثوره اللي حصلت دي نتاج عدم رضا، نعم، وجوه مظله كبيره اسمها التغيير. انا مثلا بميل اكتر الى مساله الاصلاح اكتر من الفعل الثوري. انا كباسل يعني ده تكويني، لاني تكويني سياسي بالاساس. انا ما اتولدتش مع الثوره، انا بشتغل من قبل الثوره. انا نزلت انتخابات الشعب في 2005 يعني قصدي انا موجود على الساحه، وحاولت رغم كل اللي كان موجود. فهي المساله مش ان احنا، لا احنا بنقول، انا باسل مش بيتكلم عن نفسه ومش جاي اطلب، انا عارف انا بتكلم عن جيل، نموذج بيتكلم عن جيل. الله ينور عليك. فانا بتكلم عن جيل، لا في جيل كبير قادر. وفكره انك تضم 3 4 وزارات اللي حضرتك شايفه دلوقتي مع وزير واحد، والحقيقه وزارات ملهاش علاقه ببعض، تنميه الاداريه مع التنميه المحلية. يعني طب ما تحط 2-3 جداد ياخدوا خبرات ويبقى هذا الوزير بيرعاهم، هو مجموعه وزاريه. بالمناسبه كمساعد وزير كان كويس؟ لا مش كويس، مش زي ما كنت. انا بشتغل عمل حر بقالي طيب 15 سنه. اخد ملاك من القاهره، اتفضل ملاك. ملاك مع حضرتك. اهلا بحضرتك، اتفضل قول مداخلتك. انا حضرتك بقول ان الشباب ما لازم يكون معاه مشروع عشان نقدر ندخله جوه وزاره، لكن مش نيجي يعني مش صوره نعملها وخلاص. حضرتك سالت عن مشروع الوزراء اللي موجودين دلوقتي، قدموا مشاريعهم، حضرتك تعرفها؟ ما اتعلمتش. طالما ما اتعلمتش يبقى هي مش متاحه للدراسه، فما تجيش تسنن عليها. اي قصدي، لا انا مش قصدي حضرتك، قصدي ان حتى الموجود ما قدمش كمان مشروع. فالمساله مش قاصره على الشباب، ما فيش حد قدم مشروع، وجايز احنا يكون عندنا مشاريع وحضرتك ما تعرفش. هو احنا عندنا، بس عايز اعمل مشاركه بسيطه. احنا لو عندنا مصر لازم يبقى ليها حاجه اسمها هويه استثماريه، والهويه بتاعتها دي السياحه والزراعه. استثماريه حته التصنيع دي صعبه جدا. ثاني نقطه، ده احنا عندنا ممر التنميه بتاع فاروق الباز. فاروق الباز تعب جدا عشان يدخل المشروع ده، محدش يتبناه. هو ده اللي هيديك الهويه الزراعيه والهويه السياحيه. زي تركيا، تبقى تركيا القديمه وتركيا الجديده، مصر القديمه في السياحه والزراعه، والناحيه الثانيه التصنيع وتصنيع الانشطه الخاصه اللي بتخدم قطاع السياحه. بشكرك ملاك، وهاخد تعليقات قصيره بس عشان فقرتي انتهت. اتفضل استاذ باسل. انا بس الناس بتسالنا انتوا عملتوا ايه، فمحتاج اقول لحضرتك كام بند كده من اللي عملناه. انتوا دخلتوا وخرجتوا ما عملتوش حاجه. اولا انا لسه الحمد لله موجود، لاني بقول لحضرتك انا بمثل جيل، وهفضل متمسك ان امثل هذا الجيل وقاتل في هذا المكان، واقول ان الشباب ليه دور برغم الهجوم الكبير جدا الحقيقه على الشباب اللي هو الغير مبرر يعني باي حال من الاحوال. احنا في وزاره الرياضه، كل ده طبعا من ورا الوزير، يعني لا انكر هنا فضل الوزير في كل اللي هقوله، الوزير طاهر ابو زيد السابق. قانون الرياضه، مصر فيها قانون رياضه بقاله 38 سنه، وحصل كذا مشروع ما عرفوش يخرجوا للنور. خرجنا مشروع للنور وراح لرئاسه الجمهوريه، اسمه قانون الرياضه الجديد، بعد 38 سنه، واتعملت لجنه على اعلى مستوى ومنها 12 لجنه، وكانت هايله، وطلع منها الدوري لاول مره يروح للتلفزيون المصري حصري، لاول مره لتلفزيون البلد. فالفلوس رايحه من اتحاد الكوره اللي هو بتاع البلد، او من التلفزيون لاتحاد الكوره. رجوع الدوري، الدوري بقاله 3 سنين ما رجعش، رجعنا الدوري، وكنا بنجتهد ان احنا كمان الجماهير ترجع. عملنا لجنه اسمها اداره الازمات والكوارث داخل الوزاره، وكنت انا الحقيقه على راس هذه اللجنه، وكان فيها افاضل من البلد. دي انجازات وزير ولا انجازات بس؟ ما انا قلت لحضرتك كل ده، لا انكر ان في وزير، ما اقدرش اقول ان في حاجه لوحدي حتى لو هي لوحدي. انا بحترم رئاستي وقياداتي، في النهاية هذا الإنجاز مسؤول عنه الوزير من الدرجة الأولى طبعا، وأنا من خلفه. بس بقول لحضرتك الحاجات اللي حصلت. المسألة كان في معايير ملهاش أي علاقة بالواقع، معايير للتكريم، الفرق اللي بتروح وتيجي وتعمل، حبينا نحط، غيرنا مسألة الموديول بتاع التكريم وتحطت على معايير موضوعية. ترشيد الإنفاق للاتحادات، حضرتك احنا البلد بتصرف على الاتحادات الرياضية حوالي 400-500 مليون، يعني نص مليار في السنة؟ في السنه. أوه. وجايز في الاقل مثلا انتوا رشدتوا ده، رشدنا. وانت حضرتك شفت الحرب الضروس اللي كانت على وزاره الرياضه، لان البعثه اللي رايح فيها 80 واحد ففيها 40 واحد ما لهمش لازمه، فكنا بنقول طب ليه ال 40؟ فكنا بندرس ونشوف. ما كانتش الفلوس بتروح كده وخلاص، ودي كانت وده جزء من انجازاتك. فاضل حاجات صغيره، فضل. معلش محتاج اكملهم عشان يعني مش هلاقي الفرصه دي تاني. في فكره جديده عملناها ان يبقى عندنا مدن رياضيه، وانا اجتهدت في ده وكلمنا المحافظين، محافظ البحر الاحمر ادانا 250 فدان في احسن حته في الغردقه، كمان خدنا حته في شرق القناه، الحته اللي فيها ارهاب في اسماعيليه ناحيه محور قناه السويس، عشان تبقى مدن رياضيه. بنحاول نعمل في ده البي بي بي اللي هو الشراكه بين القطاع الخاص وما بين الحكومه عشان المدن دي تتبني، ويبقى عندنا مش حق الانتفاع، شراكه رسمي. شكرا. نفضل شركه طول الوقت، الحكومه ده غير مع القطاع البي غير البي او تي، التريبل بي ده نظام موجود في وزاره. نعم. الماليه. فده ده ده مساله الاداره الرياضيه، حضرتك تعرف عن الاداره الفندقيه، هيلتون وشيراتون وكده. احنا عندنا منشات رياضيه كتير البلد مش عارفه تدورها. انا اللي بقول لحضرتك
استادات ومراكز تنميه رياضيه، استادات كتيره، جهاز استاد القاهره الحقيقه احسنهم حالا يعني، وفي على راسه حد شاطر ومجتهد دكتور اشرف صبحي، لكن في مشكله في بقيه الاستادات لانها بتتبع المحليات والمسؤوليه متوزعه وفي مشاكل. فايه المشكله؟ يبقى عندنا شركات اداره رياضيه حاولنا نحط الكونسبت ده ونعمل له مؤتمرات. احنا عندنا مشاريع كتير وعندنا حاجات فيها امل كتير يا استاذ محمد، حاجات كتير عايز اقولها لك. اتمنى يعني ان حكومه محلب ان هو يضع الشباب فعلا بشكل حقيقي في مختلف الوزارات، بحيث ما نقعدش ندور بملقاط عن ضيوف لهذه الفقره، كنا نتمنى يكون في عشرات لكن وجدناهم احد الناس. انا بشكر حضرتك مهندس باسم المساعد اول وزير الشباب والرياضه، وبشكر حضرتك صديقي العزيز استاذ حلمي النمنم الكاتب الصحفي. شكرا شكرا يا فندم. هنطلع فاصل وبعد الفاصل فقره التاكسي الابيض وسنينه، نطلع فاصل.